السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي لمدارس اللغات، معكم مستر أحمد توفيق. النهاردة إن شاء الله هنكمل وهناخد برضو الميديانز أوف ترينجل فورم، يعني حاجة تانية تابعة للميديانز أوف ترينج. أوكي؟ Learning outcomes by the end of this lesson the student should be able to remember the midpoint of a line segment. هنفتكر مع بعض ال midpoint of line segment اصلا معناها ايه. Find the medians of the right angled triangle، وده الجديد يا حبايبي، هنعرف ال median بتاع ال right angled triangle لان احنا ده ما اتكلمناش عنه في السيشن اللي فات، وكمان هنعرف recognize the relation between the median and the hypotenuse. طبعا هنعرف الريليشن ما بين الميديان والهايبوتينيوس بتاعنا هيكون ايه. theorem 3 in the right angled triangle the length of the median from the vertex of the right angle equal half the length of the hypotenuse. ايه الكلام ده؟ لو عندنا right angle يا حبايبي زي انتم شايفين right at the angle B and I have the median BD لان الدي هنا midpoint للاي سي، يبقى البي دي ده يعتبر ايه يا مستر؟ ميديان. برافو عليكم، ده اللي احنا اتكلمنا عنه في السيشن اللي فات. لما يكون عندنا midpoint من اي سايد خارج من الفيرتكس عند اوبوزيت سايد هنا عامل لنا midpoint، يبقى ده كنا بنقول عليه ايه؟ ميديان. هنا بقى في الرايت انجل تريانجل ثيرم جديده يا حبايبي بتقول In the right angle triangle, the length of the median from the vertex of the right angle equal half the length of the hypotenuse. يعني ال BD هنا يا مستر طالما قلنا major angle B equal 90 degree، يبقى الطبيعي هنقول له ان BD equal half AC. ال BD يا جماعة equal half AC. يعني لو ال AC لو ال hypotenuse بتاعنا 200 سنتيمتر، يبقى اكيد البي دي هيكون 5 سنتيمتر. Also لو اي سي equal 8، يبقى اكيد البي دي equal 4 and so on. يبقى كده احنا عرفنا ان لو اي ميديان خارج من الرايت انجل تريانجل equal half the length of the hypotenuse. اوكي. The converse of the theorem. هنتكلم بقى على الـ converse of the theorem 3. زي ما اتكلمنا عن theorem 3 دلوقتي هناخد الـ converse بتاعها علشان نعرف ايه الفرق ما بينه. لو جينا قلنا if the length of the median drawn from a vertex of a triangle، لو عندي median خارج من vertex، ما اتكلمتش عن الـ vertex دي اصلا ايه، ما قلتش right اصلا، and this median equal half the length of the opposite side، ولقيت ان الميديان اللي خارج من الفيرتيك سي دي equal half الاوبوزيت سايد اصلا اللي هو مين؟ اي سي. يعني لو اكتشفنا ان بي دي equal half اي سي، ايه اللي هيحصل؟ then the angle of this vertex is right. يعني معنى كده يا مستر ان angle بي في اللحظه دي بتكون ايه؟ right angle. يعني ميجر angle بي فعلا ايكوال كام يا حبايبي؟ 90. ده الكونفرس بتاع الايه؟ الثيرم. يبقى نقول اف بي دي ايكوال هاف اي سي، لو البي دي هاف الاي سي، ذن اور ذير فور ميجر انجل بي ايكوال 90 ديجري، يعني معنى كده ان الترينجل ده ايه؟ رايت. طيب تعال نشوف حاجه ثانيه جميله جدا جدا وهتفيدنا كتير ان شاء الله السنه دي والسنين القادمه. In the right angle triangle, the opposite side of angle 30 equals half the length of the hypotenuse. يعني معنى كده حبايبي في أي triangle right ال opposite side لل angle 30 equal half the length of the hypotenuse. ناخد بالنا عشان الحتة دي مهمة جدا وزي ما قلت لك هتفيدنا كتير إن شاء الله في السنين القادمة. في اي ترينجل رايت يا حبايبي لو لقينا انجل 30، وعلى فكره الترينجل ده اسمه 30-60 ترينجل او 60-30 ترينجل both of them. يعني هتلاقي انجل 30 يبقى اكيد الطبيعي الثانيه كام؟ 60. We know that the sum of the measure of the angle equal 180 degree.
I have 90, so the two angles equal 90. One of them 30, so the other it will be 60. يعني ده triangle right عادي. واحدة فيه ب 30 والتانية ب 60. أنا هدفي دلوقتي على الأنجل 30 is a special case، حاجة special. إن opposite side لأنجل 30 اللي هو مين؟ AB. طالما ده opposite لأنجل 30، ماله بقى يا مستر الـ AB؟ هنلاقي إن الـ length of the AB equal half الـ hypotenuse برضه، يعني equal half الـ AC. يعني لو عندنا برضه الـ AC equal 14 سنتيمتر، then AB equal 7. لو الـ AC equal 20 then AB equal 10 and so on. اوكي؟ كلام جميل. يبقى نقولهم سريعا، حاجتين اللي اتكلمنا عنهم، الميديان الخارج من الـ right angle triangle اللي هو from the vertex of the right angle equal half the length of the hypotenuse. And the side that opposite angle 30. The side that opposite angle 30 equals half the length of the hypotenuse. Okay? يبقى الـ AB اهو equal half AB. يبقى الطبيعي بنقول له ان triangle right عندنا measure angle C equal 30 then AB equal half AC. يلا بقى نشوف مع بعض example بسيط. Complete. I have a triangle right at B and I have a median BD. We have angle C equal 30 and we have the length of the AC in total equal 10 centimeters. ده الـ given اللي عندنا في الـ example بتاعنا. الـ AC كله بـ 10. Angle C 30. BD is a median خارج من الـ right angle اللي هي الـ vertex CB. I ask you now about complete BD equals what? عايز أعرف الـ BD بكام؟ بكل بساطة. أيوة حبيبي. تمام جاوبناه. الـ BD يا مستر ده median. خارج من الرايت انجل يا مستر يعني معنى كده هاف الاي سي. طب الاي سي بكام؟ 10. يبقى البي دي هاف ال 10 ايكوالز كام؟ 5 سنتيمتر. اوكي اي بي ذا سايد اي بي اوبوزيت انجل 30. برافو علينا، ادي الاي بي فعلا اوبوزيت انجل 30. طب ما احنا لسه قايلين دلوقتي ذا سايد ذات اوبوزيت انجل 30 its length equal half the length of the hypotenuse. يعني معنى كده برضو الـ AB half the length of AC. يعني half الـ 10 كام يا حبايبي؟ 5 سنتيمتر. برافو عليك. I want the perimeter of the triangle ABD. A B D. عايز اعرف الـ triangle ده يا مستر بكام الـ perimeter بتاعه. انا عارف ان هنا الـ ديميت بوينت. يبقى half 10 5 يعني الاي دي دلوقتي ب 5 والاي بي لسه حاسبينها دلوقتي ب 5 سنتيمتر والبي دي اللي هو الميديان برضه 5 سنتيمتر. يبقى دلوقتي عندنا 3 5 5 بلس 5 بلس 5 equals 15 سنتيمتر. Another example complete. I have a right angle triangle and we have a median. نركز عشان هنا دلوقتي عندنا 2 medians يا جماعه. One of them BD from the right angle and also AM الخارج ده يعتبر اللي هو ده يا مستر. نركز مع بعض، ده ميديان تاني خالص بس هو مش خارج من الرايت ايه؟ من الرايت انجل. عندنا AB equal 9 سنتيمتر وهنا عندنا ميجر انجل C equal 30 ديجري. ايه اللي مطلوب مننا بكل بساطة؟ عايز الـ AC. اوكي الـ AC ده اللي هو يعتبر الـ hypotenuse في الـ A right angle triangle. I know that the hypotenuse المفروض equals twice or double the side. ليه؟ لأن side AB opposite angle 30. طب ما هو الـ opposite angle 30 half الـ hypotenuse. طب أنا لو عايز الـ hypotenuse نفسه يعتبر إيه؟ twice أو double. طب ما ده بـ 9 هيبقى الـ AC بكام؟ 18 سنتيم. I want to calculate BD. عايزين نعرف الـ BD بكام؟ طب ما هو الـ BD ده يا مستر ده ميديان خارج من الـ right angle من الـ vertex from the vertex of the right angle. So the BD half half AC. طب ما half الـ AC ما احنا قلنا الـ AC دلوقتي 18. So the half of AC equal 9 سنتيمتر. Look at MD. أنا عايز أعرف الـ MD ده بكام؟ أوكي بكل بساطة. M
دي ده مش ده كده كده ميديان كويس. الام دي تعتبر ايه؟ بوينت اوف كونكرنس. برافو علينا. الام بوينت اوف كونكرنس او الكونكرنس بوينت اوف ذا ميديانز، دي الكونكرنس بوينت اوف ذا ميديانز. طب يا مستر احنا دلوقتي البي دي كلها عندنا ب 12 سنتيمتر؟ لا ب 9 عشان ده الميديان، وعرفنا ان الميديان هاف الهايبوتينيوس. طب ده 9 سنتيمتر، انا عايز دلوقتي الام دي بس، ودي اللي اخذناها السيشن اللي فات. وي كان ديفايدد باي 3 لان احنا عارفين ان الكونكرنس بوينت ديفايد ذا ميديان ان ذا ريشيو 2 تو 1 فروم ذا فيرتكس اور 1 تو 2 فروم ذا بيز. كلام جميل، يعني الريشيو دي 1 ودي 2. طب ده 9 هنقسمه ازاي؟ 9 ديفايدد باي 3 هيبقى الام دي ب 3، وبالتالي الام بي ايكوال كام؟ 6. يبقى ده 3 سنتيمتر وده 6 سنتيمتر. انا عايز الام دي بس، يبقى بكام؟ ب 3 سنتيمتر. طيب هل هو عايز سنتيمتر ولا عايز ريشيو؟ عايز ريشيو. ايه الريشيو اللي انا كتبتها دي؟ ثيرد. ليه؟ لانه عايز مني ام دي بالنسبه للبي دي كله. طب فعلا ده يعتبر ثيرد التوتال بتاع البي دي. تمام. ام دي بقى هنحسبها دلوقتي، او اصلا احنا حسبناها 9 ديفايدد باي 3 ايكوال 3 سنتيمتر. Another example، نركز بقى علشان الترينجل ده باين عليه كبير جدا وضخم بس سهل جدا. نبص فيه كده لمدة نص دقيقة ونشوف يا جماعة هنحله ازاي. أنا منتظر معاكم ونشوف هنحل ده ازاي. يلا تمام يا جماعة. طيب إيه اللي موجود عندنا؟ ترينجل كل السايدز موجودة تمام، 18 سنتيمتر 16 سنتيمتر و 20 سنتيمتر، يعني كل السايدس الحمد لله موجوده عندنا. عندنا ميد بوينت هنا وهنا ميد بوينت وهنا، ادي دي طبعا المفروض ميد بوينت برضو. ده ترينجل رايت اي دي سي، الدي اي طبعا ميديان خارج من الرايت انجل، يعني كل حاجه جاهزه. يلا بينا بهدوء ونعرف ازاي نحسب اللينث لكل حاجه موجوده عندنا. I want from you DF. عايز اعرف الDF ده بكام؟ مش الترينجل ده رايت؟ ماشي، يعني الDF هنا ميديان. And the length of the median half the length of the hypotenuse. طب يا هنا مستر الهايبوتينيوس كام؟ 16. يبقى الDF half 16 equals كام؟ 9. هل الكلام ده صح؟ هل فعلا هي ايكوال 9؟ طيب واحد تاني يفكر يقول لي طب يا مستر افتراضا دي لو ميد بوينت ودي ميد بوينت، كنا ايه قلنا ان ده بارلل لده ايكوال هاف اتس لينث و 9، لكن ده مش 9 يا جماعه، ده المفروض يكون كام؟ 8 هاف اتس 16. يبقى خلي بالكم دي مش 9، الدي اف ايكوال 8 لان دلوقتي هاف اللينث بتاعنا بتاع الاي بي. طيب بالنسبه للدي اي الناحيه الثانيه برضو هاف اللينث للاي سي لان ده خارج من الرايت انجل، يبقى الميديان ده هاف الاي سي يا جماعه، هاف ال 18 ايكوال 9، يعني الدي اي ب 9 مش ب 8، يعني احنا ايه هنشيل ال 8 دي وهتبقى 9. كويس جدا، يبقى احنا نقول تاني هنا الدي اف ايكوالز 8 لان هاف الاي بي، اما الدي اي ايكوالز 9 هاف الايزي. طب بالنسبه للاف اي، الاف اي ده هو اللي بارلل للبي سي، وبالتالي هاف اللينس البي سي ايكوال 10. طيب عايز بريمتر للدي اي اف، احنا دلوقتي عندنا ده 10 وده 8، يبقى 10 بلس 8 بلس 9 هيطلع لنا الريزلت كله كام؟ 27. يبقى كده عذرا احنا هنبدل ال 9 دي مع ال 8 دي، يبقى الدي اف في نفسه هو اللي 8، اديني باكد دي مش 9 دي 8، وهنا الدي اي ايكوال 9. Another example. I have a right angle triangle at C and DC is a median. I have the length of AB equal 12 and the measure of angle B equal 30. I want AC. عايز اعرف الاي سي بكام؟ طيب الاي سي هنا اوبوزيت انجل وات
30. So its length equal half the hypotenuse. طب يا مستر hypotenuse 12 يبقى half hypotenuse كام؟ 6 سنتيمتر. طيب ال AD طب ما احنا عارفين اصلا ال D mid point of AC or AB يعني ال D mid point ال AB اوكي يبقى half ال 12 كام؟ برضه 6 سنتيمتر. I want BC فين ال BC ده؟ اللي تحت. طب اجيب ال BC اللي تحت ده ازاي؟ نفكر بقى شويه. فاكرين بايثاغورس؟ نفتكر بايثاغورس مع بعض اللي خدناه السنه اللي فاتت. عندنا الهايبوتينيوس 12 وعندنا الاي سي ب 6 سنتيمتر اللي احنا حسبناه دلوقتي. انا عايز السايد ده. فكان بايثاغورس بيقول الهايبوتينيوس باور 2 ماينس الاوبوزيت سايد او السايد اوف ذا رايت انجل باور 2. يعني 12 باور 2 ماينس 6 باور 2 وبنجيب السكوير روت ليها هيطلع لنا الريزلت كام؟ 10.4. اما السي دي طبعا سهله جدا ايكوال 6 سنتيمتر ما فيهاش مشكله. في اي مشكله حبايبي؟ تمام. نشوف بقى اكزامبل بستبس وبروف والكلام ده وازاي نعرف ونكتب بالبروف بطريقه سهله جدا بدون اخطاء. In the figure, I have a right angle triangle at B, and we have an angle ACB equal 30 degree, AB equal 5, and the point E is bisector to AC, DE equal 5 centimeter, then prove that measure ADC equal 90. خلي بالكو علشان هنا بنشتغل على الconverse للثيرم يا جماعة. أنا عايز أعمل بروف إن D هنا equal 90. كويس جدا. ناخد بالنا عشان نحل دلوقتي الاي بي 5 ده 5 سنتي اللي هو اوبوزيت 30 وعندنا الدي اي اللي هو ميديان برضو ب 5. تعال نشوف هنستفاد ازاي من ده ومن ده. يلا بينا سوليوشن بتاعنا. ادي الجراف قدامنا او الرسمه. At first ABC is a right angle triangle at B. دي اول حاجه هنقول سينس ABC is a right angle triangle at B. استفدت ايه؟ عندنا كمان angle 30 since measure of angle ACB equal 30. Therefore هستفاد ايه بقى ان الانجل دي ب 30 AB نفسه اللي هو الاوبوزيت سايد half AC. AB equal half AC. طب ما هو AB يا مستر كان ب 5 كويس جدا يبقى الـ AC equal كام؟ 10. هنحتفظ بدي كده دلوقتي على جنب. يبقى اللي انا قدرت استفاد بيه في الفيرست ترينجل ان ده رايت انجل ترينجل وعندنا انجل 30 يبقى اوبوزيت انجل 30 ايكوال هاف ذا هايبوتينيوس ده ب 5 وبالتالي اي سي ايكوال 10 سنتيمتر. طيب تعالى نستفاد من الترينجل الثاني. سينس اي از ميد بوينت اوف اي سي اوكي ذن اور ذيرفور دي اي از ميديان of the triangle ACD يعني معنى كده ده ميديان. طب انا ما استفدت ان ده ميديان استفاد ايه كمان؟ ان دي اي اصلا ب 5 موجوده عندي في الجيفن سو اي سي ايكوال 10. يعني الاي سي برضه بكام؟ ب 10 لان انا عارف ان الميديان دي اي هاف الهايبوتينيوس اي سي. سو دي اي ايكوال هاف اي سي وبالتالي الاي سي ايكوال 10 يا مستر. الله طب ما هنا ده هاف الاي سي والتاني ده برضه هاف الاي سي يعني ده ميديان وهاف الاي سي يبقى معنى كده ان الانجل دي ايكوال كام؟ 90. برافو عليك. Another example. هنبص مع بعضينا الاكزامبل ده كده اقل من دقيقه ونحاول نفكر فيه مع بعض. يلا يا جماعه. تمام. الجيفن اللي عندنا رايت انجل ترينجل at B equal 90 and angle ACB equal 30 degree. I have a midpoint F and midpoint E. Midpoint F of DC and midpoint E of AB. I asked you to prove that AB equal EF. عايز اعرف ال AB equal EF وعايزين نثبت الكلام ده. بكل بساطة ادي الجراف قدامنا. At first since ABC is a right angle triangle at B. Okay.
استفدت ايه؟ وعندي كمان angle 30 I will write it since measure ACB equal 30 degree. ايه كمان؟ اكيد ال opposite side لل 30 half the length of the hypotenuse. هنكتب دي ان ال AB اصلا يعتبر دلوقتي مين؟ half AC. تمام، ونسميها number 1. طب يلا نستفاد من الترينجل التاني. عندنا ايه في الترينجل التاني؟ in the triangle ADC F is midpoint of DC and E is midpoint of AD. ايه مدى الاستفادة؟ ان دي midpoint ودي midpoint. اكيد هنقول ان EF is parallel AC. الله علينا، EF is parallel AC طالما midpoint و midpoint. طب ايه مدى الاستفادة ان ده parallel؟ ان اكيد ال EF half AC. الله علينا، يعني EF half AC. ونسمي دي نمبر 2. انا سميت ليه نمبر 1 و 2 يا مستر؟ لان احنا دلوقتي في نمبر 1 قلنا ان AB half AC. طب في نمبر 2 قلت EF برضه half AC. طب هما الاثنين half ال AC، يبقى هما الاثنين equal. اي 1 from 1 و 2 then AB equal EF والبروف انتهى على كده. كان معكم مستر أحمد توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.